الخامسة صباحا الثالثة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. تتواصل أعمال ورشة العمل السياسية تحت عنوان آفاق التحول الديمقراطي نحو السودان يسعى الجميع، وذلك بمشاركة العديد من القوى السياسية السودانية الفاعلة. وتعقد ورشة العمل وسط تطلعات لأن تمثل هذه الفعالية منبرا سودانيا وطنيا خالصا لمناقشة قضايا تحتاج إلى حلول فاعلة في إطار حوار جاد يفضي إلى توافق سوداني سوداني يلبي طموحات جماهير الشعب السوداني. أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن إطلاق مؤتمر صحفي اليوم السبت للإعلان عن النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم. ويعقد المؤتمر بحضور موسع من مؤسسات مصرية ودولية ومنظمات الأمم المتحدة في مصر والإعلام المصري والأجنبي، ويأتي ذلك استكمالا لسلسلة من النجاحات المحققة على مدار 4 نسخات أثبت فيها منتدى شباب العالم مدى أهميته كمنصة تجمع الشباب من حول العالم لمناقشة كافة القضايا التي تشغلهم وخلق مساحة مشتركة لتبادل الثقافات والخبرات في إطار فريد تعد أهم ركائزه هي السلام والإبداع والتنمية. قالت وزارة الخارجية الصينية إن تحليق منطاد صيني فوق الولايات المتحدة كان جراء أسباب قاهرة، متهمة السياسيين ووسائل الإعلام الأمريكية باستغلال الوضع لتشويه سمعة الصين. وأضافت أن الصين تلتزم دائما بصرامة بالقانون الدولي وتحترم سيادة ووحدة أراضي جميع الدول. من جانب آخر، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون باتريك رايدا رصد منطاد تجسس صيني آخر يمر عبر أمريكا اللاتينية، فيما لم يحدد المتحدث باسم البنتاغون مكان وجود المنطاد بأمريكا اللاتينية. أعلن وزير العدل الأمريكي موافقة بلاده على نقل الأصول الروسية المصادرة إلى وزارة الخارجية لاستخدامها في دعم أوكرانيا، وأضاف أن واشنطن ستواصل محاسبة الأثرياء الروس لردع العملية العسكرية التي تخوضها روسيا ضد أوكرانيا. وكان المدعي العام الأوكراني قد أعلن في وقت سابق التصديق على نقل أصول روسية تم مصادرتها بقيمة 5.4 مليون دولار لصالح إعادة الإعمار. ختاما مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا جزيلا على طيب المتابعة، وهذه تحياتي لحضراتكم، أنا لا شكرا.